بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم نتعلم كيف نرفع مشروعنا على الجيت هاب. في البداية لازم تعرف شو يعني لوكال. فكرة اللوكال هون إنه أنت عندك مشروع موجود على جهازك، فقط أنت اللي بتشتغل عليه، فبنحكي عنه لوكال. لو نتذكر فكرة الجيت، الجيت تنقسم لثلاث أقسام، اللي هي الورك دايركتوري، الستيج أريا، والريبستوري. هدول كلهم حيكونوا مخزنين على اللوكال. قلنا إيش يعني لوكال؟ المشروع بيكون جوا جهازك فقط. تعال نشوف النوع الثاني، هو السيرفر. شو قصدي بالسيرفر؟ أنا هون بحكي عن الجيت هاب. الجيت هاب ممكن تحكي عنه سيرفر أو هوستنج. الفكرة منه بكل بساطة، أنت راح تنشئ مشروع داخل الجيت هاب. هذا المشروع راح تحط جواته الكود الخاص فيك في اللوكال. معنى كلامي، المشروع عندك إياه في اللوكال بدك تودي وتخزنه جوا المشروع الموجود داخل الجيت هاب. ليش حكيت عنه سيرفر؟ لأنك أنت بتقدر توصل لمشروعك من أي مكان. فمعنى كلامي إني أول خطوة بدي أسويها إني أنشئ مشروع داخل الجيت هاب. راح أستخدم اليوم الأكاونت الخاص فيا، هو المهندس محمد السيد، وراح أنشئ عليه مشروع جديد. طيب أنا كيف بدي أنشئ هسا مشروع جديد؟ بدي أروح من عند البلس، أكبس على السهم واحكي له نيو ريبستوري. وهنا في نقطة مهمة، هتقولي طب الريبستوري هاي مش كانت في اللوكال؟ احكي لك صح 100%، لانه الجيت اللي كان في اللوكال على جهازك كان يقسم ثلاث اقسام، ووركينج دايركتوري، الستيج اريا، والريبستوري. هتقولي طيب في الجيت هاب برضه في عندي ريبستوري؟ بقول لك اه. هتقولي معناته اكيد في برانشات وفي ميرج؟ بقول لك هالحكي كله موجود كمان في الجيت هاب. يعني كل شيء علمتك اياه في الجيت راح تلاقيه برضه في الجيت هاب. خلينا نسوي هسه نيو ريبستوري. هنا بحكي لي خليني انشئ ريبستوري جديده. اعطيني اسم الريبستوري، يعني اسم مشروعك، بدي احكي له بروجكت داش 1. النقطه الثانيه هي ديسكريبشن، وهي عباره عن اوبشنال، يعني مش شرط انك انت تعبي الداتا. طب ايش يعني ديسكريبشن؟ وصف لمشروعك، مثلا مشروع اخبار او مشروع طبخ. بدي اكتب مثلا انا هنا فيرست وبروجكت. بعد هيك هننتقل للنقطة اللي بعديها، بابليك وبرايفت. بابليك انه بيقدر اي حد يشوف مشروعك، برايفت فقط انت بتشوف مشروعك او ممكن تختار الاشخاص اللي يشوفوا مشروعك. ان شاء الله راح يكون عندنا محاضرة كاملة على فكرة البرايفت، لكن محاضرة اليوم راح تكون بابليك. النقطة اللي بعديها بحكي لك حاب تنشئ ملف ريدمي. ايش هو فكرة الملف الريدمي؟ ملف الريدمي بكل بساطة هو وصف لمشروعك. هتحكي زي الديسكريبشن، بقول لك لا، الديسكريبشن هو وصف قصير للمشروع. في الريدمي ممكن تحط فيديو أو تحط صور أو ممكن تحط خلينا نحكي إكزامبل للمشروع اللي أنت شغال عليه، أو بتشرح للناس كيف يستخدموا هذا التطبيق. في البداية ما رح ننشئ ملف ريدمي لأنه رح يكون في عندنا محاضرة كاملة بتحكي عن ملف الريدمي، مش رح أسوي عليها تشيك. تمام؟ خلينا نسوي هسه كرييت ريبستوري. تعال نشوف هون شو بحكي لنا. اول جزء عندي اياه هو بشرح لك اذا انت حاب تضيف ملف ريدمي على مشروعك كيف. بقول لك اعمل جيت انشلاز، يعني سوي جيت على مشروعك، بعدين انشئ ملف ريدمي وضيف الملف الريدمي داخل الجيت، يعني ارفعه على الستيج اريا، بعدين ارفعه على الريبستوري. اخر ثلاث اوامر هي نفسها موجودة تحت. طب احنا ما بدنا ننشئ ملف ريدمي. في المحاضرات القادمة راح نتطرق لموضوع الريدمي. على ايش نركز احنا؟ نركز على القسم الثاني. اول امر عندي اياه هو get remote at original https github.com، اسمي اليوزر الخاص فيا هو engineering محمد السيد، بعدين project 1.get. طيب شو الفائدة من هذا الامر؟ الفكرة احنا كيف نربط المشروع عندك اياه اللي هو اللوكال على جهازك على الجيت هاب اللي هو مشروعك في الجيت هاب اللي صار اسمه بروجكت 1 باستخدام هذا اللينك. اللينك اللي شايفه هو عبارة عن نقطة تواصل بين مشروعك اللي موجود عندك على اللوكال والمشروع الموجود عندك هون على الجيت هاب، خلني اعتبرها نقطة ربط. طيب شو يعني أوريجين؟ هي عبارة عن alias. ايش يعني alias؟ راح نشرح لك قدام ان شاء الله بمحاضرة كاملة وعلمك كيف تعمل alias. الفكرة بكل بساطة
اللينك الموجود هنا راح يتم تخزينه داخل كلمة origin. فلما انت تنادي على كلمة origin كأنك انت بتنادي على لينك الربط اللي هو http://github.com اليوزر نيم اسم المشروع. فخلينا ننسخ اول امر هاي كوبي كنترول سي. خليني اذكرك في مشروعنا القديم، متذكرينه؟ مشروع اسمه بروجكت. اول إشي بدي اسويه اشوف حالة المشروع، جيت ستاتوس، حكى لي كل إشي عندك اياه كلين. طب خليني اشوف كم برانش عندي انا هون، جيت برانش، حكى لي في عندك ماستر ولوكيشن ولوكيشن 2. طيب تمام، يعني في عندي ثلاثة برانشات. عملت هون جيت لوج 1 لاين، هون اكتشف لأنه في عندنا ثلاثة برانشات لكن آخر برانش أنا موقف عليه هو الماستر وإحنا عاملين ميرج. طب بدي أتأكد بشكل أكبر، هنعمل كيو جيت لوج دبل داش 1 لاين دبل داش جراف دبل داش أو، يعني كل البرانشات اللي صار كالآتي. كل هاي الكومنت هي خاصة في الماستر، بعدين إجا اللوكيشن دمجناه مع الماستر، بعدين أخذنا نسخة من هذا الكومنت وعدلنا عليه في اللوكيشن 2، بعدين دمجناه مع الماستر. فاللوكيشن 2 واللوكيشن 1 هم أصلاً تم دمجهم مع الماستر. هنعمل هسه كنترول V اللي هو get remote add origin واللينك الخاص في الربط وهي انتر. عشان أتأكد إنه صار أنا في عندي ريموت فراح كيلو get remote. شو حكى لي؟ قال لي في عندك origin. جوا الاورجن شو حيكون في عندي؟ راح يكون هذا اللينك. متخزنت اللينك جوا الاورجن وهي بسموها الالياس. بعد مرحلة الجيت ريموت فصار هسه مشروعك على جهازك مربوط مع المشروع الموجود عندك اياه في الجيت هاب. خلينا نرجع على الموقع هو مشروعك الجيت هاب. شو بحكي لك بعد هيك؟ بقول لك انشا برانش وسميه مين. جيت برانش وسميه مين. هون بدي اوضح لك نقطة مهمة. الديفولت عندنا في الجيت هو الماستر، فخليك معتمد على الديفولت اللي هو ماستر وما تنشئ انت برانش جديد. يعني ما في داعي انك انت تنشئ برانش تسميه مين، خليك معتمد على الماستر. وخليني اذكرك، شايف انت هسه واقف على الماستر فالبرانش جاهز عندك. الجيت هاب بيحكي لك اذا بتحب تنشئ برانش وتسميه مين وترفع لي المين على الجيت هاب، لا انا بدي ارفع لك الماستر. طب الامر اللي بعدي اللي هو الجيت بوش داش حرف الواي origin main، والهدف من الجيت بوش ترفع لك الكود في اللوكال الى الجيت هاب او الريبستوري داخل الجيت هاب. فتعالوا نطبق مع بعض. هاي مداخله سريعه، هاي تم تسجيلها بعد مونتاج الفيديو بشكل كامل. ممكن تواجه مشكله في رفع مشروعك على الجيت هاب، ممكن تكون هاي المشكله في موضوع الكونفيجريشن. خليني اذكرك ايش هي الكونفيجريشن اللي تعلمناها سابقا وهي متعلقة في اليوزر نيم واليوزر ايميل. أول أمر عندنا هو get config double dash global user dot name double quotation، وهون راح تكتب اليوزر نيم الخاص في الجيت هاب وهي اليوزر نيم الخاص فيه. طب كيف بدي أجيبه؟ مرة ثانية تروحون على السهم وهي اليوزر نيم راح يكون عندك إياهم، تنسخ مباشرة اللي هو نفسه عندي إياه تحت. ثاني إشي الفوق بيكون الاسم الظاهر لكل الأشخاص راح يفوتوا على الحساب، أما الاسم التحت هو عبارة عن اليوزر نيم، فبننسخه زي هيك كوبي داخل دبل كوتيشن وهي انتر. هنا بيحكي لي إني كاتب كلمة جلوبال خطأ، صح. تعديل سريع جلوبال سوري. هيك تم تعديل اليوزر نيم. طب خلينا نعدل الايميل، موضوع جدا بسيط، بنغير النيم للايميل وبنكتب هون الايميل الخاص في الجيت هاب. انا اروح على الجيت هاب وهي الايميل، هنسخه زي هيك، هاي كوبي، خلينا نمسح محمد السيد وهي كنترول في ونعمل انتر. هيك بيكون احنا حلينا مشكلة كبيرة في الكونفيجريشن الخاصة في الجيت، النيم والايميل. خلينا هسا نكمل الفيديو.
هيجت بوش داش يو. نكتب هنا كلمة أورجن. ليش كتبت أنا هون كلمة أورجن؟ الفكرة منها أنت وين حاب تروح، يعني أنت وين حاب ترفع مشروعك، هدول بترفعه أنا على الأورجن، لأنه الأورجن متخزن جواته لينك الارتباط. بعد هيك إيش اللي برانش أنت بدك ترفعه؟ بدي أرفع الماستر، هاي إنتر. وهي كمان مداخلة بالفيديو، زي ما حكيت لك سابقا أي مداخلة بتكون بعد مونتاج الفيديو. هنا في عندنا مشكلة بسيطة، لما تيجي ترفع مشروعك على الجيت هاب هيطلب منك هاي الصفحة، تدخل اليوزر نيم أو الإيميل وتدخل الباسورد، فتدخل الإيميل بعدين تدخل الباسورد بعدين تسوي لوجن، وهي بس بتصير أول مرة فقط. مش راح تظهر هسه بالفيديو لأنه أنا الجهاز شغال عليه عامل عليه تسجيل دخول سابقا. وخلينا نرجع نكمل الفيديو. هيك مشروعنا ارتفع بشكل كامل على الجيت هاب. تعالي نشوف مع بعض. خليني أعمل هسه ريفرش. ممتاز، وهي مشروع صار موجود عندي إياه على الجيت هاب. خلينا هسه نشوف الكود اللي إحنا كاتبينه. مثلا فتحت النود دوت تكست، فحكى لي هاي محمد هاي علي، فبقدر أتصفح كل الملفات داخل الجيت هاب. لو بدي أرجع لورا يا بتكبس باك أو بتكبس على بروجكت 1. خلينا نفتح هسه الورك دوت تكست، وهي كل المهمات إحنا أنشأناها. طب كيف ممكن أنزل أنا المشروع بشكل كامل؟ يعني بدي أنزل كل هذا المشروع على شكل ملف من الكود، وبتعمل داونلود زي اي بي فولدر، يعني فولدر مضغوط. أكيد حتقول لي في طريقة ثانية، بقول لك في أكثر من طريقة لتنزيل المشروع، لكن محاضرة اليوم نتعلم الطريقة البسيطة اللي هي داونلود زي اي بي، وهي عبارة عن ملف مضغوط. اكبس عليها مباشرة راح يبلش في التحميل. خلينا نفتح المشروع شو ان فايندر في الويندوز، تعمل شو ان فولدر، وهي عندي الملف مضغوط باستخدام زي اي بي، يعني ملف مضغوط او فولدر مضغوط. في الويندوز بتعمل رايت كليك اكستراكت هير، في الماك دبل كليك مباشره راح يفكر لك الضغط. هاي صار عندي بروجكت 1 ماستر. انتبهت شو كاتب لي هون في العنوان؟ بروجكت 1 هو اسم المشروع، داش ماستر اللي هو البرانش انا رفعته. اتمنى كانت افكارنا واضحه، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافيه.